ديالي الحلوة ديالي الزوينات اللي خطيكم عليا، وشكرا على الكومنتر ديالكم اللي كانت على الدعم اللي كتدعموني. وانا عندي معاكم ان شاء الله هاد الفيديو ديال الجوجانه، فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله. وسمحوا لي ما صورتش معكم الجني ديالها، انا نصور معكم هاد التكشير ديالها والحضر ديالها ان شاء الله باذن الله. وغنديروا بها شي طويجين عشروها ان شاء الله، ونديروا بها شي طويجين ان شاء الله يكون فاعل تارك ان شاء الله. هي عجل رويض ويجي غزال ويجي يا سلام. وكنشكركم بزاف صراحه الله كنشكركم، واخا نضل نشكركم حتى نعيا ما نعبرش على الحب اللي في قلبي ليكم. شكرا بزاف على الكومنتات ديالكم الزوينين اللي كتخليو لي، ولا التعاليق ديالكم اللي كتخليو لي صراحه. شكرا 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 بزاف، احتراماتي ليكم، كنبغيكم كنحماق عليكم والله حتى كنحماق عليكم. وشكرا للتتابع ديالكم وعلى الدعم اللي كتدعموني، غير خطيكم عليا غير خطيكم عليا صراحه الله غير خطيكم عليا. وشكرا بزاف شكرا بزاف غير خطيكم. ايوا ها انت احنا دابا يلاه معايا كلشي معانا كلشي معانا كلشي معانا ياك كلشي معانا يلا كلشي معانا اشطر معانا جلبانا يلا يلا ان شاء الله ماشي. ايوا حنا نقشروها ان شاء الله نديرو بها، والله ما نوريكم اي شغله في هاد الجلبانه ان شاء الله غنوريوها لكم. حضرناها باش عملناها ورينا التحضير كيفاش تبقى في الفريكو في الكونجيناتور، دابا غنوليو نحطو بها شي طاجين ان شاء الله. ايوا رمضان عليكم مبارك ان شاء الله، علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين كافاك اجمعين، الله يخرج علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله. ودايز غزال 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 يا حبايب، والله العظيم دايز واعر رمضان هذا العام دايز غزال، والله دايز غزال دايز بركتو ما تقولش زعما دايز بالبركه ديالو، والله دايز بالبركه ديالو دايز داك الشيء، تعرف الخير من هنا ماجي والله. واللي حطيتيها تبارك الله كتحضر فيها البركه، الله يعين. كيجي شويه ضعفاش وصافي الجوع ما كيجيش. ايوا ما عندك ما تعمل، كل ناقصه يا حبايب من العمر، كل ناقصه من العمر والله العظيم. شحال اليوم في رمضان؟ اليوم 10 ايام، اليوم 10 ايام في رمضان. ايوا يا الحبايب يا الغزلان، اليوم 10 ايام في رمضان ودايز طاير، كل ناقصه من العمر. حبيب رمضان كيمشي ويجي، والحبيب ديالك الا مشى ما كيجي، عرفتي الا مشى ما كيوليش يرجع. الحبيب ديالك الا مشى كيوليش يرجع الحبايب، اما رمضان الحبيب كيمشي ويجي ان شاء الله. سعدات يا فاعل الخير، سعدات يا فاعل الخير يا وليداتي يا حبابي يا المشاهدين ديالي يا الغزلان، هلا خطيكم عليا هلا خطيكم عليا هلا خطيكم عليا هلا خطيكم عليا هما تمنيتو صراحه. انا كنعرف لك يخليوني الحبايب والمشاهدين ديالي وليداتي الغزلان متبعيني، ونفتح الله نصيهم كيستناوني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الغزلان ديالي، على الكبيدات على الحلوات والله العظيم يا سلام. هلا خطيهم هلا خطي المشاهدين عليا بصراحه، انا بلا المشاهدين ديالي ما نسوى حتى حاجه والله، ما نسوى حتى حاجه والله العلي العظيم، ما نسوى والو بلا المشاهدين ديالي بلا الحلوات ديالي بلا الغزلان ديالي. اي والله يعطيهم ما تمناو، كنتمنى صدر ربي يحقق لهم اللي كيتمناوه، واللي ما عندوش الله يرزقه، واللي يبرد الله يشافيه، واللي باقي ما دارش الوليدات الله يفرحوا ان شاء الله. والله يقضي الحاجة الجامع، الله يقضي حاجة الجامع يا ربي، الله يقضي حاجة الجامع. ايوا لا حول الله وصافي ما شاء الله وليداتي ما شاء الله. الزمان هذه تديك هذه وحده تديك وحده تجيبك حتى كتصيب مشى حبيبك كاع ما شتيه. والله العظيم الدنيا الدنيا ملاهي يا كبادي، الدنيا ملاهي يا وليداتي الدنيا ملاهي،
اللي شحال هذه كنا نعرفوا رمضان كيف شي والحباب وكيف طار هذا مع هذا وكيكون صلة الرحم. اليوم تبدل الشغل وليداتي تبدل الشغل بزاف تبدل الشغل وكاين عا سطر فهمتي شحال هذه. بصراحة كنا نعرفوا ما كتقرب ديك المغرب إذا عا هي الصاك ديالك غير غادية سلام كي دايرين لاباس مزيان فين غادية والله إلا غادية نفطر مع أختي أو غادية نفطر مع أمي أو غادية نفطر مع عمي أو غادية نفطر مع خالتي. اليوم الصبح ما كنتحركوا شي من الدار مرة فهمتي مبقاش ديك الأجواء ديال نفطر معايا نفطر معاك وهذا كيمشي عند هذا. بصراحة اش عنقولك كنتمنى المغاربة ديالنا كامل يحيو ديك التقاليد ولا لي قطع منا تقاليد لا لي قطع منا تقاليد بصراحة ديك التقاليد ديال جدودنا نبقاو في التقاليد ديال جدودنا ونحيو ديك التقاليد هذيك مع ولادنا حتى حنا عاود ثاني باش ولادنا يحيوها مع ولادهم وكتمشي هكاك والله الا الانسان واخا يدير غير شرب هاد الماء كيشرب مع بعضو والضحك واللعب ولكن مبقاش دابا ولات اسود. انا قلتلك سطر الرأس سد عليا وهي غادية هكاك تا كتسمع فلان مات الله اكبر لا اله الا الله ايوا لا حول ولا قوة الا بالله لا مشى مسكينة او مشى مسكين ايوا تا كنا عايم مشينا عندو ايوا بقى فيا الحل مشينا شي عندو فينا الحل مشينا شي عندو ما شفناهاش شي ولا ما شفناهشي والانسان خصو نفكرو قبل الحبايب قبل نفكرو قبل ونقولو ندي راه انسان هذا يمشي عند هذا ويتفكر هذا يتفكر هذا ايوا ما عندك ما دير اوليداتي ما عندنا ما ندير هذه هي الدنيا وهذه غاديه بينا الله يفعل بينا خير الله يفعل بينا خير يا ربي يفعل بينا خير يا ربي يا ربي يا ربي حبيبي يا ربي حبيبي يفعل بينا خير. انا ضالي يا وليداتي خصني نمشي نشوف الوالده نفطر معها شي نهار والله الا ايوا اللي حشمنا يا ربي حبيبي اللي حشمنا نمشي نشوف الوالده نمشي نشوف العوز ديالي مسكينه ايوا عندك ما تعرف يا الحبايب ليك المشاهدين ليك الغزلان يا المشاهدين ديالي ها الكبيدات ها الحلوات يا الزوينات لا لا يحرمني منكم لا لا يحرمني منكم يا الغزلان ها انت مو كونفوزيه بقات غير كتهترف الله 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 يا مو كونفوزيه هذه هي مو كونفوزيه ايوا وليداتي الغزلان الا جات على خاطركم الا جات على خاطركم وبغيتو منكم فوزيه او اختكم فوزيه الا بغيتوها جات على خاطركم ديروا ديك اللعيبه هايده ديك اللعيبه وهايده ديك اللعيبه وتكيو على الجرس هايده من الفوق يا الغزلان وجمجمو جمجمو 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 ايوا ديك اللعيبه هيدا عافاك يا الغزلان ديالي ها الجلبانه ديالنا هيا قشرناها تبارك الله على زوينات اشاك تبارك الله صبنا فيها هاد فيلات جواد هاد صبناها من جواد فيها هاد فيلات نخليهم فيها ايوا يا غزالة تبارك الله كترعد الله يلا سلام زوينات سلام زوينات شو كتشاهي عرفتي كيفاش هاتجي كنلصق الكبيدة يا المشاهدين ديالي يلا غزلان يا الكبيدات يا الحلوات ايوا حنا سالينا الجلبانه يا المشاهدين ديال الغزلان حنا سالينا هذا العمر عاد نديروها في الطاجين الطاجين ديالنا ان شاء الله باذن الله على بركه الله باذن الله ان شاء الله
طاير 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 طاير. بسم الله. هي الجبانة ديالنا كما قلت لكم صرت فيها هاد الفويلات جواد هانتي كيفاش تما كيجيو مزيونين. غنبدا معكم الزيت البلدي. بسم الله على بركة الله. طماطم مطيشة واحدة، مطيشة واحدة هنايا، وكاين اللي كيبغي يدير كثر كيدير كثر. هادو هنا صبور معدنوس، صبور معدنوس هنايا، توما، توما سنانف، توما ما كان دقاش المشاهدين ديالي الغزلانية الكبيدة كتجي هيدايا كتعجبني هيدا. هاي لو كاين اللي كيبغي يدقا كيدقا ماشي مشكل. الملح، الملح على حسب الذوق، على حسب الذوق الانسان. انا ما ندير لاش هذيك الطريقه ديال التحميره وكذا والكمون وهذه، هنا ندير لا الابزار مخلط عندي ديك الشيء بالسكنجبير والابزار والقرفه فهمتي والزعفران الحر العود والجوزة، الجوزة والبسيبيسة كتجي يا سلام. انا كنخلط العطرية كنخلطها مع بعضها باش كتجي منتجمة مع بعضها. وهذه هي البصلة الخضرية، البصلة الخضرية على حسب البصلة الخضرية كتجي مع الجلبانة. وهذا وقتها، هذا وقتها تبارك الله، وكتجي مع المحشي كتجي واعره مع المحشي. عرفتي هاد البصله ديال الخضريه كتجي مع المحشي، كتجي مع المحشي هي واعره كتجي، كتجي هي الصبانيه كتجي واعره 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 واعره. جربوها المشاهدين ديالي، يا الغزلان يا الكبيدات يا الحلوات يا الغزالات يا الغزالات يا الغزالات يا الغزالات ديالي يا الكبيدات يا الكبيدات يا الكبيدات ديالي. يا الزيونات يا الزيونات يا الحلوات. وهذه هي الخرقوم اللي بغى يديرها، واللي بغى يديرها كيديرها، واللي مبغاش يديرها ما كيديرهاش على حسب ذوق الانسان وصافي. هذه كطيع اللوين ما فيها لا لا هذا ولا هذا، اللوين والسلام. هيا الطويجن ديالنا غنديروه ان شاء الله على الجمر ومن يعيطيب غنديروا له البيضات، البيض بلدي ان شاء الله باذن الله. شوفي شوفوا شوفوا على طويجن، شوفوا على طويجن، شوفوا 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 الله يا ربي حبيبي. ايوا كيشاهي الغزلان كيشاهي. كما قلت لكم كنتمنى وسيدي ربي حنا المغاربه كاملين يحيوا ديك الطريقه، يحيوها ديك الطريقه ديال التقاليد اللي هذا كيمشي عند هذا وهذا يفطر مع هذا والحبابي يمشي ويفطر مع بعضهم ويحيوا الرحيم. الله العظيم وكتجي طريقه زوينه وكتبقى طريقه جدودنا بصراحه. شحال هذيك كنا كنمشيو نفطر مع بعضنا وهذا يفطر مع هذا وهذا يمشي عند هذا. اليوم الحبايب ديالي راه ما بقاتش هذيك الطريقه، ما بقاتش. كنتمنى سيدي ربي ولادنا ما ولادهم كما ربيناهم حنايا المسحوا على حسب نحطوا على النار على الجميرات. هانتي هانتي الكبيدات، هانتي الكبيدات، هانتي الكبيده الطويجين والعيبه الحبايب الغزل الكبيدة
هذيك اللعيبه جمجم جمجمولية جمجمولية. وإلا عجبتكم اختاكم فوزية أو موكم فوزية عافاك ما نساونيش الكبيدات ديالي. موح عليكم موح عليكم الغزلان. هانتي احنا نحطو على الجميرات واطي طيب على خطر ديالنا من قبل. اه هو زان ديال الجميرات كانت عندنا ليهم الحريرة واطي تصور غزلان يا المليحات. دابا نغطيه نغطيوه حتى يطيب ان شاء الله وغنوريكم غنديروا له البيض ونوريكم كيفاش جا. صافي الكبيدات يلا الغزلان يلا حتى يطيب الطاجين ان شاء الله. كنبغيكم كنحماق عليكم مشاهدين ديالي الحلوات ديالي الزوينات ديالي الله لا يحرمني منكم. سيري يا المشاهدين ديالي يا وليداتي نساء ورجال وعيال وبنات والولاد سيروا المشاهدين ديالي الله يعطيكم ما يغنيكم الله يعطيكم ما تمنيتوا والله يحفظكم والله ينصركم والله يحقق الامور ديالكم. سيروا وليداتي الله يعطيكم ما تمنيتوا على الله سبحانه وتعالى. كيفاش كتبعوني الكومنتات ديالكم الزوينين راه علاش غنقول لك انا نعيان الدعاء معكم وما كان هذاك كيجبي الله مقصر الحق ديالكم. والله يا وليداتي الله يعطيكم الشكر الله يقضي حاجاتكم الله يقضي غاراتكم الله يحقق لكم اللي كتمناوه كامل يا وليداتي. وانا كما قلت لكم في اللايف رانا وليداتي انا الام الجامع انا خلقني الله سبحانه وتعالى ام الجامع الكبيدات انا حسبكم كلكم وليداتي صغير وكبير ولادي وكندعى معكم من قلبي خالص والله شاهد عليا. واللي بغى يجمجم انا هذاك معكم اللي بغى يجمجم على خاطرو واللي بغى يتبعني على خاطرو واللي بغى يدير الكومونتير ويدير ابوني واشتراك على خاطر ديالو واللي ما بغانيش عاود ثاني على خاطر ديالو. وكنبغيكم اللي دار واللي تبعني واللي ما تبعنيش كنبغيكم كنحماق عليكم كنهبل عليكم كندعى معكم وموح عليكم وموح عليكم. وشكرا شكرا بزاف 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 نعطيكم خنايا نشكركم ان كيجبر الله مقصر في الحق ديالكم على حساب الكومنتات الزوينين ديالكم والغزلان ديالي. وهلا يحرمني منكم هلا يحرمني منكم هلا يحرمني منكم. وانا صراحة الله فخورة 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 بزاف اللي باقي الإيمان في القلب الإنسان معتي ولقاني الله سبحانه وتعالى بيكم وخا عيب الكتابة أو عيب ديك الكومنتات ديالكم الزوينة وخا ما كنعرفكم شي مباشرة كنتمنى نعرفكم مباشرة ولكن حمدت الله وشكرتو إن لقاني الله سبحانه وتعالى مع الناس الزوينين الحمد لله اللهم لك الحمد. وشكرا بزاف شكرا شكرا بزاف على الجامع على الكبير على الصغير على المتابعين ديالي كلهم 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 وليداتي. وانا لا قلت لكم اللعيبه هاي راه كنضحك معاكم كيعجبني نقشم كيعجبني نضحك الحبايب ديالي هيدا 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 يلا تنديروا البيض صافي تنديروا البيض وشوفوا البيض البلدي البيضات بلديين كم أربعة البيضات غندير أربعة البيضات بركة عندك الجليبينة إن شاء الله بإذن الله. هانتي يلا معايا بسم الله بسم الله علاش كتاب نرسم هنا في الزلافة على حسب ما نعرف البيض قدر يكون حرام قدر ما نعرف. انت الكبيدات يا الحلوات يا الزوينات يا الزوينات ديالي ثلاث بسم الله بسم الله يا جاية سلام
صراحة جازل جازل جازل. تمنيت على المشاهدين ديالي الغزلان على مزويناتو على مزويناتو على مزويناتو. ايوا هاد الفيلات الجواد تبارك الله داب وقلت انا ما يطيبوش. طابو يا كبيتي دابا نغطيو نغطيوه نغطي الطويجين ديالنا الكبيدات يا الزوينه. قبلوا على كما جات قبلوا عليها السلام قبلوا عليا وخلاص. والسلام عليكم الكبيدات ديالي يا الكبدات يا القنيصات. تشطيب الطاجين ديالنا ونشاهدوا معكم. قبلوا عليا قبلوا عليا قبلوا عليا بزاف على اي حاجه والله يرضى عليكم والله يكون منكم وحاليكم ني عي طيب. عتورى لكم بنتي ان شاء الله يا ربي عتورى لكم كيجه. اما غنخلي معكم بنتي وانا حتى الفيديو اخر ان شاء الله حفطركم الحبايب ديالنا من بعد ما طاب الطاجين ديالنا ودرنا له البيض. ها البيض ديالنا طاب انتما يا الحبابي الحبايب ديالي جاكي شهية سلام. يلا الحبايب ديالنا بسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. بسلام عليكم تنساوناش بلي لايك ديالكم وبارطاج.